الخاص بالحجائج الجعدان بفئة الإنتاج والمنتجين والمهتمين بهذه النوعية. نسير بالصدارة، نتابع بداية هذا الشوط، نتابع المقدمة ومهول اللي قاد المجموعة، يقدمه محمد بن بطحان بن قران المنصوري، يقدم تحديات مهول على الصدارة والمقدمة. شاهين مع المركز الثاني لخليفة بن محمد بن بخيت الاكتبي، وعلى مستوى المركز الثالث ياتي مشغل مشعر احمد بن سيف بن سالم النيادي. نتابع المركز الرابع، نتابع التقدم المليح لاحمد بن سعيد بن سالم الرميثي مقدما لمليح على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات نبه لسليم بن علي بن حبيب الهشامي مقدما لنبه مع المركز الخامس. سادس الانطلاقات، سادس التحديات جميل لسليم بن رملي بن محمد العامري، وعلى مستوى المركز السابع من الجانب الاخر من الزاوية الاخرى ينطلق مع السياج الخارجي، ياتي بهذا التحدي الشامخ لخليفة بن حميد بن محمد المشيخي، وعلى مستوى المركز الثامن يتقدم في هذه اللحظات مفرج مفتاح بن علي بن محمد من غفينه النعيمي، يقدم مفرج على مستوى المركز الثامن. تاسع الانطلاقات مجد لمحمد بن غفوان بن عرطي الحميري، وعلى مستوى المركز العاشر من الجانب الاخر نتقدم ايضا السوبر مشعار احمد بن علي بن خلفان الشامسي. هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة، ولكن منعود مع الصدارة والعود احمد الى مقدمة هذا الشوط، ونبه اللي قاد المجموعة اللي انطلق بناموس هذا الشوط، نبه بشعار سليم من علي بن حبيب الهشامي، ولكن شعار بن قران المنصوري من الجانب الاخر من الزاوية الاخرى مهول محمد بن بطحان بن قران المنصوري، وعلى مستوى المركز الثالث نتابع تحديات مليحة لاحمد بن سعيد بن سالم الرميثي. شعار الدمنتي يتقدم مع المركز الثالث، وعلى مستوى المركز الرابع ارى القدوم في هذه اللحظات مع مفرج مفتاح بن علي بن محمد من غفين النعيمي، يقدم مفرج اللي بدا ينضم في هذه اللحظات مع الكوكبة المتقدمة ومع المركز السادس. نتابع او خامس المراكز جميل لسليم بن رملي بن محمد العامري، وعلى مستوى المركز السادس نتابع القدوم والتسلل لمجد لمحمد بن غفوان بالعرطي الحميري، وعلى مستوى المركز السابع يتقدم المفتي لمحمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري. بينما اذا انطلقنا مع المركز الثامن تصل الاسامي تباعا، ارهني عباب للسهيل بن سالم باللوتيه العامرياتي على مستوى المركز الثامن. تاسع الانطلاقات، تاسع التحديات من الجانب الاخر الشامخ لخليفة بن حميد بن محمد المشيخي، وعلى مستوى المركز العاشر ارى القدوم والتحديات مع شاهين لبطي بن عبد الله بن سعيد اليديلي. هذه النتيجة للعشر المراكز المتقدمة. اكملنا ندان الثاني، ولكن بنعود مع الصدارة، نتابع مهول اللي ينطلق بناموس هذا الشوط منذ البداية، يقود هذه الجموع، يندفع بناموس هذا الشوط، يقدمه محمد بن بطحان بن قران المنصوري، ولكن اللي وصل عباب سهيل بن سالم باللوتية العامري ينطلق بناموس هذا الشوط مع هذا الانطلاق المتميز المفتي مع المركز الثاني بأداء متميز محمد بن غانم بن علي بن حموده الظاهري. اول اشواط الانتاج لفئة الجعدان التحديات والكوكبة ثنائية على مقدمة هذا الشوط، ولكن المفتي
المفتي اللي قاد المجموعة اللي انطلق بناموسي هذا الشوط محمد بن غانم بن حمودة الظاهري. ولكن نتابع المركز الثاني، نتابع عباب لسهيل بن سالم بلوتية العامري المركز الثالث الشامخ لخليفة بن حميد بن محمد المشيخي والمفتي. قفل 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 على مجريات هذا الشوط، تهانينا لمحمد بن غانم بن حمودة الظاهري على فوز المفتي بالمركز الأول. أول أشواط الإنتاج والمنتجين مع المفتي، تهانينا لمحمد بن غانم بن حمودة الظاهري. المركز الثاني ياتي ايضا عباب لسهيل بن سالم بلوتية المركز الثالث الشامغ لخليفة بن حميد المشيخ المركز الرابع. تحديات ايضا نبه لسليم بن علي بن حبيب الهشامي. ومع المركز الخامس ياتي مهول لمحمد بن بطحان بن قران المنصوري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام لمراكزنا الخمس المتقدمة. لنعود مع التوقيت الزمني 6:03:07 من الثانية. تهانينا لمحمد بن غانم بن حمود الظاهري على فوز المفتي بالمركز الأول والأداء المتميز اللي قدمه في هذا الشوط، بينما اللي وصل مع المركز الثاني ياتي أيضا بهذا الانطلاق عباب 6:06:06 جزئين من الثانية. تهانينا لسهيل بن سالم بلوتية العامري واللي وصل مع المركز الثالث. يتقدم الشامخ بتوقيت زمني مقداره 6:06:06 من الثانية. تهانينا لخليفة بن حميد بن محمد المشيخ.